شويه اوراق نمل وتجيب ريشه فرخه تكون مطلعه، لازم ريشه الفرخه تكون مطلعه. وهتعرفها ازاي؟ بيجيب لي الفرخه وعرفك انها اتطلقت ولا ما اتطلقتش، وعرفك اتجوزت كام مره كمان. ايوه مرينا على الفنانه كده. انا فنانه معاك الحاج بسويلة ابو شاف. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايه، ده الدنيا مقلوبه على مواقع التواصل الاجتماعي، ايه اللي حصل ده؟ ايه سبب الطلاق؟ ما قلت لك يا فنان استهدي بالله بس كده وان شاء الله نظبط لك الدنيا. استني بس كده، الو سامعني؟ ده تكون الشبكه بايظه ولا حاجه. 1 2 3 4 حول. بقول لك يا فنان، الحاج بسوين ابو شقفه بعد التحريات اللي عملها عرفت ايه سبب الطلاق؟ عارفه؟ هقول لك انا يا فنان، انت معمول لك عمل وعلاجه عند العبد لله. حاج بسوين ابو شقفه بعد ما اتحرى وعمل كل حاجه عرفت ان انت معمول لك عمل. ده قبلها بكام دقيقه كنت بيهنيكي مش عارف على عيد جوازك ولا عيد ايه ولا عيد ميلادك ولا ايه مش عارف، وبعدها في ثانيه كده سبحان الله اتقلبت الموازين، السوشيال ميديا كلها مقلوب. هقول لك يا فنانه تعملي ايه؟ استني كده بقى، قلب التليفون على ودني الثانيه. صلي على رسول الله، لا بنشحت ولا بنقول لله. انت هتجيبي شويه، اسمع بس اسمعي للاخر، ما انا عارف الموضوع انتهى. اهدي بس، اهدي كده وركزي، ريلاكس، خليك ريلاكس كده. هتجيبي شوية، ما أنا قلت لك أنت معمول لك عمل، هتجيبي شوية أوراق نمل، وتجيبي ريشة فرخة تكون مطلعة، لازم ريشة الفرخة تكون مطلعة. وهتعرفيها إزاي؟ بيجيبي لي الفرخة وعرفك إنها اتطلقت ولا ما اتطلقتش، وعرفك اتجوزت كام مرة كمان، أيوه، زي ما قلت. وتجيبي يا ستي صلى على رسول الله، لا بنشحت ولا بنقول لله. سامعاني؟ اصل ودني وجعتني. ايوه هتقومي جايبه زي ما قلت لك شويه ورقنا وريشه فرخه تكون مطلعه، وتجيبي قطر الفنان زي ما قلت لك. كل واحد راح في حاله. خلاص انا عرفت، ما تقلقيش ولا اي حاجه من تمام، وما تقلقيش، سيبي على الله ثم علي. الله يجازيها بقى اللي كانت السبب، ما تعرفيش عملتك ايه. يلا يلا، قدر الله ما شاء فعل، هظبط لك الدنيا يا فنان وعلى الله ثم علي. الو، ايوه يا فنان، بقينا رصيد فصل. معلش يا فنانه بقى هنكمل الفيديو الجاي.